احتج المئة من المعلمين والموظفين أمام مديرية التربية السليمانية على عدم إيفاء الحكومة في بغداد بصرف رواتبهم بشكل كامل بعد وعود رئيس الحكومة حيدر العبادي بإرسالها كاملة دون نقصان. كما حمل المحتجون لافتات يتهمون فيها حكومة كردستان بسرقة النفط حيدر العبادي بالكذب، معتبرين أن حكومتي أربيل وبغداد متواطئتان ضد حقوقهم. I'm glad you got it.